تاني. احنا عايزين بس احنا مستمرين في لجان ما زالت فيها كثافات وما زال في ناخبين في جمعيه الانتخاب وبيمكنوا الان من ادلاء باصواتهم. في جزء ابتدى فعلا الغلق وبيبتدي فرز الصناديق وما زال البعض الاخر ما زال الانتخاب قائم حتى الان في الزقازيق وبني سويف والمنيا وجزء من القاهره والمنصوره والفيوم وبعض المحافظات الاخرى في الصعيد ما زال التصويت قائم، وبالتالي احنا مستمرين في اجراء او تمكين كافه الناخبين المتواجدين حتى اخر ناخب يمكن من الادلاء بصوته، ثم يتم الفرز في تلك اللجان. وفي لجان اخرى بالفعل تم الغلق وبيتم الفرز الان. احنا بعد اذن حضراتكم مساء الخير على حضراتكم. معالي المستشار فتحي بيه محمود رئيس اللجنه العامه في مركز الجماليه الدقهليه. فتحي بيه محمود معالي سامي بيه غنيم رئيس لجنه مركز ابو حماد رئيس اللجنه العامه في مركز ابو حماد. الصوت يا معالي سامي بيه. مساء الخير على حضرتك. طلعنا مساء الخير. ازاي سيادتك يا فندم؟ اخبار اللجنه العامه عن سيادتك ايه؟ كله تمام مع الوزير. تم المرور على جميع اللجان بدون مشاكل، والحمد لله لسه منتظرين هنبدا الفرز حالا خلال نص ساعه. هل لسه ما زالت عند سيادتك لجان فرعيه فيها تصويت؟ تمام معاليك، في 21 لجنه تم المرور عليها معاليك، وكله داخل المقر الانتخابي والقضاة شغالين لان في زحام في الساعه الاخيره. بالشكر جزيلا، متابعين مع حضرتك ان شاء الله مع بدايه بقى الفرز والوصول ان شاء الله، وتمكين كل الناخبين المتواجدين ان شاء الله الادلاء بصوتهم. شكرا لسيادتك. وانت طيب يا فندم، وبنشكر سيادتك على الجهد واستمرار ان شاء الله حتى اعلان الحصر العدلي. احنا بنهني معاليك وان شاء الله تخلص على خير يا مهندس. احنا بنهني مصر يا فندم، بنهني مصر على المظهر الحضاري والظهور اللائق الذي يليق بالدوله العظيمه. شكرا لسيادتك يا فندم. تفضل معاك. شكرا يا فندم، شكرا مع الوزير. مع المستشار احمد بيه عوني رئيس اللجنه العامه لمركز طنطا. ازيك يا عم باشا؟ ازيك يا فندم؟ سعادتك لجنه عامه مركز طنطا، سعادتك عدد اللجان الفرعيه عندي 111 لجنه. تمام يا فندم. وعدد الناخبين 456,337 ناخب. تمام يا فندم. سعادتك لم نطلب في اي شكوى خلال الانتخابات، وكانت بتسير العمليه الانتخابيه بانتظام، وكان في اقبال كثيف يدل على وعي الشعب المصري يعني الوقوف بالدوله المصريه. ده فعلا فندم ملموس عند الجميع، ومشهد يعني حاجه فعلا نفتخر بيها. الشكر الجزيل لسيادتك. نشكر المصريين كلهم يا باشا والله. دي حقيقه والله فندم، يعني من كل قلبنا. في لجان ما زالت مستمره يعني فندم في بعض اللجان ما زالت مستمره بسيطه بس خلاص، يعني لو نص ساعه يكونوا مقفلين. هم المجمع الانتخابي قفلوا المجمع الانتخابي وبيصوتوا للناس اللي جوه المجمع الانتخابي. تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل ومتابعين مع حضرتك ان شاء الله لحين اعلان الحصر العددي ان شاء الله. شكرا للفندم. شكرا ان شاء الله. اتفضل. معالي المستشار احمد بيه عمران رئيس اللجنه العامه في مركز الدلنجات. الصوت يا احمد بيه، المايك مقفول. اتفضل يا فندم، المايك لسه مقفول يا فندم. طيب قبل ما سيادتك بس تظبط المايك، ممكن ناخد معالي ثروت بيه عامر رئيس اللجنه العامه في مركز الباجور. اتفضل يا ثروت بيه، المايك برضه يا ثروت بيه. تمام كده؟ زي الفل. اتفضل يا فندم. ازاي ما عليك يا ثروت بيه؟ تأخير معالي احمد بيه، ازاي سعادتك؟ ازيك يا فندم؟ اللجنه العامه بمركز الباجور عدد المقرات 54 مقر،
عدد اللجان الفرعيه 60 لجنه فرعيه، عدد الناخبين المقيدين في اللجنه العامه 255497 ناخب. بدات العمليه في تاريخ 10/12 خلال الثلاث ايام الحمد لله تمت بخير. كان في عرس ديمقراطي بيشمل جمهوريه مصر جميعا في جميع اللجان الفرعيه ووعي من جميع المسؤولين الناخبين، وكان فعلا امام جميع المقرات الانتخابيه فرحه وسعاده ومسرات زي ما يكونوا بيشاركوا في عرس مصر. الحمد لله يا فندم، الحمد لله تم اي ملاحظات منظمات المجتمع المدني وتم بخير، وتم انتهاء التصويت تمام الساعة 9، وما زال بعض اللجان الفرعية بتباشر عملها في تلقي اطلاعات المواطنين الموجودين في جمعية الانتخاب، وبعض اللجان تم انهاء العملية الانتخابية واتخذ اجراءات الفاز. واحنا تلقي حضورهم والرصد مباشرة والتواصل مع معاديد باذن الله. ان شاء الله باشا جهد مشكور. الف مبروك علينا وعلى شعب مصر وعلى مصر. دي فعلا سيادتك اوجزت وافدت فعلا يا فندم. هو شكر جزيل لسيادتك ولكافه القضاه المشرفين مع سيادتك والمواطنين واهل المنوفيه كلهم. شكرا جزيلا لسيادتك واهل مصر كمان. شكرا يا فندم. الشكر موصول ان شاء الله باذن الله. شكرا معالي. اتفضل يا فندم. شكرا معالي. معالي المستشار محمد بيعب عظيم رئيس لجنه المتابعه لمحافظه البحيره. المايك يا فندم. خلاص مساء الخير معالي احمد بيه. اتفضل يا فندم. فندم كل سنه عليك طيب. احنا اولا بنتوجه بخالص الشكر لجموع الشعب المصري على وعيهم وحرصهم على ممارسه حقهم الدستوري والحضور اللي فاق كل التوقعات، حضور كثيف معاليك عندنا في محافظه البحيره معاليك عدد المدعوين للانتخاب 4,226,540 وعدد اللجان الفرعيه عندنا سعادتك 355 وعدد اللجان العامه 18 لجنه عامه ومن عندنا كمان سعادتك 24 لجنه للوافدين على مستوى المحافظه ونسبة الحضور كثيفة معالي الوزير. وتم الانتهاء من عملية التصويت عدا بعض اللجان البسيطة بيتم الإدلاء بأصواتهم وبداية عملية الفرز بمحافظة البحيرة معالي. شكرا جزيلا لسيادتك ومتابعين إن شاء الله لحين توصيل أو الأوراق للهيئة الوطنية للانتخابات إن شاء الله. شكرا فندم. بالتوفيق يا فندم. شكرا معالي الوزير. معالي المستشار أحمد بيه عمران رئيس اللجنة العامة في الدلنجات. اتفضل يا فندم. المايك برضو بقى هنا. المايك احمد بيه. ايوه اتفضل كده. تمام تمام اتفضل. ازيك احمد؟ اتفضل. ازيك يا فندم؟ المستشار اخبارك؟ تمام. اللجنه العامه الدلنجات عدد اللجان الفرعيه 61 لجنه. العمليه تمت على خير الحمد لله، وفي بعض اللجان اللي فيها في مقر اللجان الانتخابيه عدد ما زال يدلي بصوته، والحمد لله هنبدا الفرز في اللجان اللي خلصت. تمام يا فندم. شكرا. واضح سيادتك في مقر اللجنه العامه. تمام تمام يا معالي. تمام يا فندم. مع سيادتك ان شاء الله. مع سيادتك لغايه ان شاء الله وصول اخر لجنه وتمام اعلان الرصد العددي. وبشكر سيادتك على الجهد وشكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شكرا شكرا معالي احمد بيه. معالي المستشار ابراهيم بابو زهره رئيس لجنه المتابعه في المنوفيه في محافظه المنوفيه. اتفضل يا معالي ابراهيم بيه. الصوت يا معالي ابراهيم بيه. اتفضل. الحمد لله. معاليك كمان ليه لجنه فرعيه 10 لجنه عامه. الحمد لله مضت الثلاث ايام على خير حتى الان. لا توجد سمات مخالفه. حالا دلوقتي جميع اللجان انتهت من عمليه التصويت وبدات عمليه الفرز في الفرعيه معالي. شكرا جزيلا يا فندم. احنا متابعين مع حضرتك ان شاء الله لحين استلام الاوراق كافه عن محافظه المنوفيه. شكرا يا فندم. سلم سلام. شكرا يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا فندم وشكر لسيادتك وكافه القائمين على العمل مع سيادتك ان شاء الله. شكرا. مع الشكر. شكرا يا فندم. شكرا. مع المستشار مؤمن بيه سلمان رئيس لجنه المتابعه في الغربيه. اتفضل مؤمن بيه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مصر
احنا عندنا 14 لجنه عامه ب 600 لجنه فرعيه. الحمد لله رب العالمين تمام الاكتفاء لجميع المؤسسات. بدأ بتاعتك يكون موجود اي نوع من انواع الشكاوى، وتم يعني الحمد لله العمل على اكمل وجه، وجاري استكمال عمليات الفرز ان شاء الله، ويعني ان شاء الله نخرج بمشهد مشرف لمصر كلها، مشهد ديمقراطي نفخر به قدام العالم كله، وهي دي مصر. وبنشكر والله يعني الحمد لله الشعب دي حقيقه، محافظة الغربية تحديدا على الإقبال الغير متوقع اللي فاق كل التوقعات، حتى لدرجة إن الهيئة الوطنية الحقيقة ما تأخرتش عندنا، دايما بتوفر انتخابية، لأن كان في لجان فعلا استنفذت الكميات اللي موجودة. هو يا فندم اللي سيادتك بتقوله ده على مشهد عام على كل محافظات الجمهورية، وده شكر لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية، ويعني بدعم صوتي لصوت سيادتك. شكرا جزيلا لحضرتك. ومع سيادتك بنوجه برضو الشكر للساده القضاة وجميع طبعاً المشاركين على طبعاً العمليه طبعاً الانتخابيه من الهيئات القضائيه والساده الموظفين معانا. شكرا صح. شكرا يا فندم، الشكر الجزيل لسيادتك. ومتابعين ان شاء الله الحين استلام اوراق العمليه الانتخابيه عن محافظه الغربيه في مقر الهيئه ان شاء الله. الله يفهم. شكرا فندم. شكرا فندم. مع المشار ابراهيم بلهيمي، ابراهيم بلميهي رئيس اللجنه العامه الاول لمدينه نصر. ازاي معاك يا فندم؟ اهلا يا حبيبي. ازاي معاك يا فندم؟ اهلا بيك. اخبار اللجنه العامه عن سيادتك؟ احنا اللجنه العامه لاسم مدينه نصر اول عندنا 28 لجنه فرعيه، منهم لجنه وافدين بسم الله ما شاء الله معديه مش عاوز اقول الارقام يعني قول 20,000. الله اكبر يا فندم، الله اكبر. الحمد لله. وال معانا الساده القضاه 22 قاضي وست قاضيات بسم الله ما شاء الله امرين بدورهم الوطني في منتهى الروعه، منتهى الاداء الوطني، ما فيش اي ملاحظات سلبيه ولله الحمد. الحمد لله يا فندم. قدروا ان هم يتعاملوا مع العدد الكثيف اللي وصل الحمد لله، وحتى الان في بعض اللجان انتهت من تلقي الاصوات وبدات في الفرز، والبعض الاخر لسه بيخلص في الاصوات اللي في الموت. تمام تمام يا فندم تمام. وهو طبعا بضم صوتي لصوت سيادتك، وبنشكر مجلس اداره الهيئه ورئيس الهيئه المستشار حازم بدوي، بيوجه الشكر لكافه اعضاء الهيئات والجهات القضائيه وجموع الشعب المصري على المشاركه والوعي ومتابعه العمل عن كثب. شكرا يا فندم لسيادتك. شكرا يا فندم. معالي المستشار تامر بيه الخطيب رئيس لجنه المتابعه في محافظه الاسكندريه. الصوت يا تامر بيه. صوت يا تامر بيه. اتفضل يا تامر بيه. لا الصوت، الصوت برضه فيه مشكله يا تامر بيه عند سيادتك. بالراحه. يلا بيه. شكرا معالي المستشار. اتفضل يا فندم اتفضل. اولا انا بحب اوجه الشكر لجموع الشعب المصري اللي اثبت في الثلاث ايام امبارح واول امبارح والنهارده حرصه ودعمه لمصلحه وطنه بالكامل، وبحب اشكر تحديدا ابناء الشعب المصري في محافظه الاسكندريه اللي شهدت تواجد مكثف وحرص شديد من جميع المواطنين على النزول والادلاء باصواتهم والمشاركه في العمليه الانتخابيه، وبدءا من الهيئة الوطنية اللي وفرت كافة الدعم اللوجستي الخاص بالعملية الانتخابية، مرورا بالسادة أعضاء الهيئات القضائية اللي توافدوا كانوا موجودين في لجانهم من أوقات مبكرة وحتى انتهاء العملية الانتخابية. الحمد لله احنا عندنا سيادتك 533 لجنة فرعية
و18 لجنة عامة. تم الانتهاء سيادتك من التصويت في معظم في جافة اللجان الفرعية، وجاري سيادتك فرز الأصوات في الوقت الحالي سيادتك. طب يا فندم الشكر الجزيل لسيادتك. طبعا احنا بنوجه الشكر لحضرتك على الاستجابه الفوريه لاحد المواطنين لما تقدم لنا في غرفه العمليات بشكوى ان هو مش عارف يتمكن من الادلاء بصوته نظرا لبلوغه السن، يعني كبر السن والحاله الصحيه. ولما سيادتك اتعرض عليك الامر ارسلت احد الموظفين وعربيه اخذته، وفعلا والتصوير تم ورصدنا ده. شكر جزيل سيادتك. ومش سيادتك بس على فكرة، المواقف دي حصلت مع كافة رؤساء المحاكم فعلا، بس هو احنا بنشكر سيادتك على الهواء بقى، لان الموضوع ده هيذاع كمان دلوقتي على التلفزيون بالوضع اللي عم محسن عم محسن محمد عبد الوهاب سيادتك. ايوه فندم. وده كان الحقيقه بدعم وتوجيه من سيادتك. لا فندم، لا فندم، الحمد وده لله. بيدل على حرص المواطن المصري على المشاركه. دي حقيقه. الساده المشاهدين هيشوفوا حاليا الصوره بتاعته. يعني وبنشكر شعب الاسكندريه كله، ده احد ابناء شعب الاسكندريه. لا ده كل المواطنين المصريين. لان سيادتك لو رصدت وقلت المعاليك كم الشكاوى المتعلقه بكبار السن او ذوي الاعاقه، بان هم عايزين يتمكنوا من المشاركه، والهيئه فعلا تواصلت مع الشرطه، قامت بدور قوي مع شرطه النجده ووزاره التضامن، ووفرت لجزء كبير من المواطنين وسيله الانتقال ومكنتهم بفعل. شكر جزيل لسيادتك. وفعلا احنا يعني فعلا كانت ملحمه قام بيها كافه الجهات والوزارات والدوله ممثله في الحكومه والهيئات والجهات القضائيه. بالفعل قامت بملحمه وطنيه اثبتت للكافه مدى الانتماء والوطنيه والاخلاص. مشهد تاريخي، اقبال غير مسبوق، فعلا يدل على تناغم ما بين كافه المجتمع والمتناسق، وصولا الى مشهد يوصل رساله للعالم مين هو المواطن المصري، حرصه على اداء واجبه، اثبات وجوده. بشكر كافة المواطنين الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم. بشكر كافة الجهات والهيئات القضائية، مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي يوجه الشكر لكافة جموع المواطنين، كافة أعضاء وجهات الهيئات القضائية، كافة الجهات المعاونة في الوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، كافة الجهاز الإداري الذين عاونوا السادة القضاة وأعضاء جهات الهيئات القضائية كأمناء لجان. العمل الجماعي يدل على انتماء ووطنية. الحمد لله احنا أنهينا عمل الانتخاب في اليوم الثالث. كافة اللجان تم الغلق والآن بتباشر عملية الفرز المستمر في العمل. عند انتهائه من تمكين آخر ناخب في جمعية الانتخاب سيتم غلق الصندوق وبداية الفرز، وإن شاء الله منتظرين لأن احنا كافة المحاضر اللجان العامة تيجي الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم الرصد وإعلان النتيجة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إن شاء الله وفقا للجدول المحدد يوم 18/12 إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونطلعكم ان شاء الله اول باول اي مستجد. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم يا فندم، وجهد مشكور، واحنا مع حضراتكم لحين الانتهاء. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا.